قبل ما أدخل المعهد كانت ثقافتي الموسيقية جداً محدودة، لكن بعد انضمامي للمعهد وبعد دخولي للمعهد وبداية كلاساتي فيه تطورت بشكل كبير جداً، وكان في فارق يعني جداً كبير بين قبل دخولي للمعهد وبعد. انضميت للمعهد من فترة قريبة تقريباً خلال أسبوع، وتفاجأت من هذا الكم الاحتضان المواهب، يعني فشيء جميل أن احتضنوا موهبتي وحبوا يدعموني فيها. داخل دراسة نوتة بإذن الله بيانو مبدئياً، لكن بإذن الله بتخرج عود وبكمل في تدريب العود. أنا لقيت شغفي، الشغف اللي أبحث عنه لقيته هنا في المعهد، والاحتواء أكيد اللي يحتاجه كل موهوب، كل عازف وكل شخص عنده موهبة. انضميت لمعهد ثقف، كانت البداية من خلال دورة فوكاليز. في وقت البريكات كنت أعزف على البيانو، سمعني الأستاذ عبد الرحمن الزهراني فعرضني على الأستاذ يحيى أو المايسترو يحيى. بعدها قالوا ميدي ضروري أنك يعني تشرفنا ويعني تسعدنا بانضمامك وانضمام زملائك، يعني احنا معهد ثقف داعمين للمواهب دائما ونقدم لكم كل ما هو جميل. اطمح اني اتعمق في مجال الموسيقى بشكل اكبر باذن الله، ومن احد الاهداف اللي باذن الله راح تتحقق اني راح اكون مدربه هنا في معهد ثقف. رسالتي لك كمشاهد، ما في شيء صعب، لا تقول انا كفيف او معاق أو ممكن ما أقدر أتعلم أو لا، بالعكس قادر أنك تبدع، قادر أنك تعطي.